وقفنا عند حديثك عن الأمير فيصل بن تركي وأن دخوله وحديث مع الحكم الرابع بتلك الطريقة، رأيت أنه أمر عادي وطبيعي جدا يحدث في كرة القدم. طبعاً طبعاً بضيف نقطة، أنا ما كملت الفكرة اللي راح أتكلم عنها. طبعاً الأمير فيصل ما دخل الملعب، الأمير فيصل موجود على البنش وتكلم مع الحكم الرابع فقط، وهو بغض النظر عن كونه أمير أو مواطن يظل هو رئيس نادي وإداري مسجل اسمه في الأسكورتشيت. وحدثت هذا الموقف حدث مع رؤساء أندية أخرى، سواء منافسين مثل الهلال أو غيرهم أو أندية في المؤخرة أو أندية في الوسط، ولم نسمع هذا الضجيج الذي يتنامى الآن في وسائل التواصل من بعض الإعلاميين الذي يعني تختلف مواقفهم بحسب الميول. وهذا خطأ طبعا، لو أن النصر يعني شارك في بطولة عالمية، وهو طبعا عالمي ما يحتاج، ففرضنا أنه الأمير فيصل لابس بدلة وكرافتة ومسجل اسمه في السكورشيد وتكلم مع الحكم الرابع، هل الفريق العالمي اللي يلعب معه النصر أو الصحافة العالمية راح تتكلم على الأمير فيصل بنفس الطريقة اللي تكلموا عليها اليوم؟ طبعا لا. طيب بالنسبة لك ناصر، أنت شو تقول؟ أقول الله يعيننا على مين؟ على إعلامنا وإعلاميين ورؤساء أنديتنا بما فيهم عبد الله؟ عبد الله ينظر، شوف عبد الله يسقط على الأندية الأخرى وهو يعني ينظر بعيون صفراء. من يخطئ يجب أن يعاقب. عبد الله ما شاف الأمير فيصل بن تركي بين الشوطين ايش كان يتحدث بحدة وحركة يده باينة في الكاميرا. لا هو حتى يعني شوف، لنصلح وضع او نزيح الضغط الكبير اللي تعرضه للحكام، انا ما اختلف مع عبد الله ان فيه اخطاء تحكيميه مؤثره، يمكن مباراه الاتحاد مساء البارحه كان في بلنتي للنصر فعليا الشوط الاول، نعم في اخطاء تحكيميه، هو يرى انه هذا طبيعي، هو لا 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 بالتالي يتحدث. شوف هذه مشكله، وطلبنا كثير انه يجب على رؤساء الانديه ابعادهم عن ارضيه الملعب، هناك تاثير مباشر. حتى اليوم في احاديث ان الاستاذ سلمان قريني كان نازل للحكام اكثر من مره في مباراه الهلال والنصر في فئات سنيه متداول، احاديث كثيره لرؤساء الانديه، يجب ابعادهم عن ارضيه الملعب. رؤساء الانديه مكانهم في المنصه ومفترض انه ينزل، في تاثير كبير على الحكم اثناء المباراه وبين الشوطين. ما انا اختلف مع عبد الله يقول انه لا فرق بين لو كان في اداره او تاثير رئيس النادي سواء امير او غيره، لا ما غير صحيح. رئيس النادي الصفه الاعتباريه مؤثره بشكل كبير وتخلق ازمه لدى المدرب وتطلع من جو المباراه. الحكم تقصد؟ بكل تاكيد وهذا شاهدناه كثير. اذا بنستمر في هالوضعيه هذه الممارسات سيزداد. انت حدثت عن بلنتي الخليج لو كان الأندية كبيرة بكل تأكيد. ليش؟ لأن الإعلام الأندية يتحدث ويهاجم بشراسة ويتصرف كأنه مركز إعلامي، نعم. طيب. وبالتالي التأثير يكون مضاعف. خلينا نشوف عبد الله تعليق أخير سريع عندنا. تعليق أخير، طبعا الأخ ناصر يقول تتحدث بعيون صفراء، في الحقيقة لا أتحدث بعيون صفراء، أتحدث بعيون الوطن فقط وبعيون الحق والحقيقة. اي اداري من حقه مسجل اسمه في سكور شيت، من حقه ما من حقه يناقش الحكم، لا يناقش الحكم الرابع، لا لا يناقش الحكم الرابع، لا 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 معليش يا عبد الله الامير فيصل تركي امس بين الشوطين داخله يلاحق الحكام في ارضيه الملعب. لا لا اللي شفناه احنا ما اتكلم عن شيء ما شفته، انا اتكلم عن اللي شيء شفناه والصور اللي طلعت، الصور اللي طلعت انه يتكلم مع الحكم الرابع. الحكم الرابع من حق اي اداري مسجل اسمه في سكور شيت يتكلم مع الحكم الرابع، يعني لا مو من حقه، مو ملائكه يعني، بالعكس المدربين يتكلمون، ما من حق لا مدير الكره يتكلم، الاداريين المسجلين يتكلمون، شيء طبيعي. الحكم يا عبد الله، طيب. انت عملك اداري، ما هو بتروح تناقش الحكم وتشاد معه الحكم الرابع يا ناصر، الحكم الرابع. مش الحكم الرئيسي، الحكم الرابع ويرى انه الحكم الرابع يهدي الاداري والاداري يرد عليه. لا لا انت ترى انه حاصل في كل دول العالم مش في الدوري حقنا بس، وانت ناصر تشوف انه الاداري ابدا لا يتدخل في عمل. انا اتحداك عبد الله او اتحدى اعلامي يجيب لي اداري على مستوى العالم يناقش، اللي يتناقش مع الحكم الرابع او يتشد معه هو مدرب الفريق، هو اللي يتناقش، لان المدرب له حريه الحركه في المنطقه المخصص له. زين، وبالتالي احيانا قد يتصرف المدرب بطريقه كل يوم في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني كل يوم ما في تشوف الاداري يتحدث مع الحكم. انا اتحداك المنطقه الرابع، المنطقه يا عبد الله، الحكم الرابع من حقيقة الاداري يتحدث ومدير الكره يتحدث، الاداري المسجل خلينا يتحدث مع الحكم الرابع، المنطقه مخصصه للمدرب وليست للاداري. ما في لوائح تقول لك ان الاداري ما يتكلم مع الحكم الرابع، يعني نجيب لوائح من عندنا احنا؟ تحتاج الى تفنيد ومعلومه يعني بمصدرها الحكم للمشاهد. انا اتحدى. طيب خلينا نروح نشوف اخبار